قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار خلال زيارته لجامعة بنها إن دولة ضخت المليارات خلال السنوات الثلاث الماضية لدعم التعليم والبحث العلمي، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء العديد من الجامعات في جنوب سيناء ومنطقة العلمين وجبل الجلالة لخدمة سكان تلك المناطق. لو احنا اتكلمنا على الفتره الثلاث سنوات السابقه هنلاقي ان في استثمارات بالمليارات في مجال التعليم بشكل كبير جدا، وده بيدل ان خطه الدوله مركزه جدا على ان يكون في دعم كامل للتعليم العالي والبحث العلمي. اضافه عدد كبير جدا من الكليات زي ما قلت، اضافه اعداد كثيره جدا من المستشفيات الجامعيه في محافظات مختلفه، بنتكلم على برامج جديده ومستحدثه بالاتفاق مع جامعات اجنبيه، مدن تعليميه بتنشا في محافظات كانت ناقصها مناطق تعليمية. يعني احنا في طريقنا ان احنا منطقة جنوب سيناء ينشأ فيها جامعة جديدة، جامعة الملك سلمان، جبل الجلالة بينشأ فيها جامعة جديدة اسمها جامعة الملك عبدالله، بنتكلم على منطقة العلمين الجديدة دي جامعة عشان تخدم منطقة الساحل الغربي لمصر بشكل كبير، ويبقى مجتمع سكاني ومجتمع علمي يتماشى مع احتياجات الدولة.